أقدم هذا التسجيل إلى الأستاذ الكبير والموسيقار الأخ العزيز الأستاذ أبراهام سلمان. أولا السماع الثقيل أي السماع التقليدي الذي موجود في أغلب تأليفات السماعيات، وهي مبنية على 10 أثمان، 10 كروشات، 10 على 8. السماعي التقليدي واسمه ضرب السماعي، فهو لا يحتاج إلى تعبير للأستاذ إبراهام سلمان، فهو يعرف هذا الضرب ولا أحتاج أن أفسر فيه. 10 أثمان سماعي، والسماع الثقيل أيضا 10 أثمان. وإيقاع اسمه المحجر، فالمحجر مؤلف 14 على 4، أي 14 نوار، 14 نوار البطوطة الكاملة. إيقاع المحجر، وهو أول الضرب دم 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 أستك أس دم أستك أستك أس دم تك تك. مرة ثانية دم 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 أستك أس دم أستك 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 تك. هذا هو الضرب إيقاع المحجر، ويكون في التأليف 14 على 4. وننتقل إلى الضرب الإيقاع المصمودي، الإيقاع المصمودي وهو يكون 4 على 4. أس دم دم أس تك أس دم تك. مرة ثانية أس دم دم أس تك أس دم تك. هذا هو إيقاع المصمودي 4 على 4. إيقاع المخمس ويكون 16 على 4، أي 16 نوار البطوطة الكاملة، 16 على 4، وهكذا. دم أس دم أس دم أس تك أس تك أس تك تك دم أس تك تك. هذا هو إيقاع المخمس. المرة الثانية دم أس دم أس دم أس تك أس تك أس تك تك دم أس تك تك. هذا هو إيقاع المخمس الذي يكتب 16 على 4. إيقاع 16، إيقاع 16 يكون 32 على 4، 32 على 4 إيقاع 16. ابتداء الضرب دم أس دم أس دم أس دم دم أس دم أس 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 دم أس أس.
مرة ثانية نقول الضرب من الأول. دم أس دم أس دم أس دم دم أس دم أس 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 دم أس أس. هذا. والآن الضرب الأقرق الذي جميع الموسيقيين أكثر الموسيقيين العراقيين يعزفون الأقرق، وهو موزون 6 أثمان. 6 أثمان يكون مفصل ومساوي ل6 أثمان ابتداء الضرب. ابتداء الضرب أس تك تك دم أس دم أس تك تك دم أس دم أس تك تك دم أس دم. ويكون شكل ثاني أس تك دم أس أس دم أس أس تك دم تك تك دم أس تك دم تك تك دم. هذا هو الأقرق 6 أثمان. إيقاع اسمه الطائر، إيقاع الطائر 3 أثمان 3 أثمان. ويكون من البداية دم تك تك دم تك تك دم تك تك. هذا هو ضرب الطائر 3. والآن إيقاع اسمه الأقصاق، الأقصاق مؤلف من 9 أثمان. أقصاق 9 أثمان تكون غير متساوية، 4 نورات وكروش. وهذا ابتداء الإيقاع الأقصاق تك أس تك دم دم أس تك أس دم. مرة ثانية تك أس تك دم دم أس تك أس دم. هذا هو الضرب الأقصى 9 أثمان. ويوجد الأقصى الذي يبتدي من الدم، هذا كان من التك الأول، الأقصى كان من التك، والثاني الأقصى أيضا 9 أثمان يبتدي من الدم. بداية الضرب الذي الأقصى ابتداء من الدم دم أس تك أس دم أس تك أس تك. مرة ثانية دم أس تك أس دم أس تك أس تك. هذا هو الأقصاق الثاني الذي يبتدي من ضربة الدم 9 أثمان. وهذا إيقاع المصمود الصغير، يكون 2 على 4، وهذا معلوم عن جميع الموسيقيين. وإيقاع المصمود الكبير يكون 8 على 4، أيضا معلوم في النوتة وفي العزف. 2 على 4 المصمود الصغير، وثمانية على 4 إيقاع المصمود الكبير.
إيقاع العويص يكون 11 نوار على 4، يعني 11 على 4 إيقاع العويص. أسدم تك أسدم تك أس أس تك تك دم دم تك. مرة ثانية إيقاع العويص 11 على 4 تك دم أس تك دم أس تك تك دم دم أس. هذا هو الصحيح، 11 على 4 إيقاع العويص تك دم أس تك دم أس تك تك دم دم أس. إيقاع المدور يكون 12 على 4، المدور 12 على 4 أي 12 نوار من البداية يبتدي الضرب دم أس تك أس دم 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 تك 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 تك. مرة ثانية دم أس تك أس دم 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 تك 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 تك. هذا هو إيقاع المدور 12 على 4. إيقاع يورك سماعي إيقاع يورك سماعي 6 على 8 6 على 8 إيقاع يورك سماعي من البداية دم تك تك دم تك أس دم. مرة ثانية دم تك تك دم تك أس. هذا هو إيقاع اليورك سماعي 6-8. إيقاع المربع 13 على 4 أي 13 نوار. هذا هو الضرب المربع أس دم تك تك أس تك تك أس أس دم أس تك دم. مرة ثانية 13 على 4 المربع أس دم تك تك أس تك تك أس أس دم أس تك دم. هذا هو المربع 13 على 4. الضرب النواخت 7-4 النواخت 7-4 يبتدي أس دم تك تك أس دم تك. مرة ثانية أس دم تك تك أس دم تك. 7-4 النواخت. والآن إيقاع السكين سماعي 6-4 سكين سماعي إيقاع سكين 6-4 وهكذا دم تك تك دم تك أس دم تك تك دم تك أس دم تك تك دم تك أس. هذا هو ضرب السكين 6-4. إيقاع مدور الشامي إيقاع مدور الشامي يكون 12-4 12-4 وهكذا دم أس تك
أس دم 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 أس تك 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 تك. مرة ثانية دم أس تك أس دم 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 أس تك 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 تك. هذا هو إيقاع المدور الشامي. 12/4 إيقاع مدور حلبي أيضا 12/4 بس يختلف في الوزن. 12/4 يكون في هذا الشكل دم أس تك تك أس دم تك تك دم 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 أس. مرة ثانية إيقاع مدور حلبي دم أس تك تك أس دم تك تك دم 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 أس. مدور حلبي 12/4. الضرب الأوفر يكون 19/4 أي 19 نوار، وهذا الدخول الأوفر الضرب الأوفر إيقاع الأوفر. هكذا أس 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 تك أس تك دم أس دم أس تك أس تك أس 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 دم أس دم. هذا هو 19/4 الأوفر. مرة ثانية أس 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 تك أس تك دم أس دم أس تك أس دم تك أس 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 دم أس دم. مرة الثالثة أس 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 تك أس تك دم أس دم أس تك أس تك 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 دم أس دم. هذا هو الأوفر 19/4. الضرب الظرفات الضرب الظرفات يكون 13/8 يساوي 13 كروش يعني ثمن 13/8 وهكذا. أس أس تك دم دم أس دم أس أس تك أس أس دم. مرة ثانية أس أس تك دم دم أس دم تك أس أس تك أس أس دم. إيقاع الظرفات 13 ثمن. سماعي دارج يكون 3/4 أي 3/4 دم تك تك دم تك تك. السماعي الدارج سماعي يورك يورك سماعي يورك أيضا 3/4 دم تك تك دم تك تك. إيقاع جورجينا 10/8 أي كما مثل السماعي نفس السماعي إيقاع جورجينا 10/8. إيقاع يسمى ترس ترسي أيضا 12/4 وهذا إيقاع
بدايته تكون من الدم، ترسي إيقاع ترسي 12/4، دم أستك دم أستك دم أستك تك دم أس. مرة ثانية، دم أستك دم أستك دم أستك تك دم أس. 12/4 الضرب إيقاع ترسي. إيقاع صوفيان 2/4 صوفيان 2/4 أي دم أس تك 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 دم أس تك تك تك. مرة ثانية، دم أس تك 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 دم أس تك 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 دم أس تك تك تك. 2/4 وهو صوفيان. الضرب إيقاع نسيم روان، نسيم روان 9/4 9/4 نسيم روان إيقاع، هذا هو الضرب. دم دم تك تك دم 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 تك تك تك. مرة ثانية، دم دم تك تك دم 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 تك تك تك، هذا هو نسيم روان 9/4. إيقاع النواخت الهندي، النواخت الهندي مركب 16/4 16/4 يكون اسمه النواخت الهندي، هذا هو الضرب. تك تك أس دم تك أس دم تك تك أس دم أس دم دم دم. مرة ثانية، تك تك أس دم تك أس دم تك تك أس دم تك أس دم دم دم. مرة ثالثة، تك تك أس دم تك أس دم تك تك أس دم تك أس دم دم دم. مرة رابعة، تك تك أس دم تك أس دم تك تك أس دم تك أس دم دم دم. هذا هو النواخت الهندي 16/4. إيقاع نواخت 7/4 نواخت أي 7/4 هكذا. دم أس تك دم أس تك تك دم أس تك دم أس تك تك، هذا هو إيقاع نواخت 7/4 7/4. الضرب الزرفكند، زرفكند 11/4 الزرفكند الزرفكند 11/4 هكذا. أستك أستك دم دم أستك أس دم.
مرة ثانية. أشتك أشتك أشدم دم أشتك أشدم. أي 11 على 4 الزرفة كنت. الضرب الدور الهندي 7 8 7 8 دور هندي هكذا. دم تك تك دم أس تك أس. مرة ثانية. دم تك تك دم أس تك أس. 7 8 الدور الهندي. يوجد إيقاع الشمبر الكبير وهو 48 على 4. 48 على 4 الشمبر الكبير. وهذا ليس لنا فيه أي، إذا تحب أقل ياك مرة ثانية وأقول كل الدم والتكات والدخول ماله. إيقاع الشمبر الكبير 48 على 4. إيقاع خوش رنج خوش رنج خوش رنج 17 8. خوش رنج ضرب اسمه خوش رنج 17 8 هكذا. دم أس تك دم أس دم دم تك أس تك 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 دم دم تك تك أس. هذا هو 17 8 خوش رنك. الضرب إيقاع خوش رنك. ويوجد فيه شكل ثاني أيضا 17 8 بس تغيير الدم والتكات. إيقاع اسمه المكلفة 2 على 4 وهذا معلوم. دم تتك دم تتك دم تتك دم تتك دم تتك. هذا هو إيقاع المكلفة 2 على 4. إيقاع أقساق الأغر إيقاع الأغر أقساق تركي هذا 5 على 4 أي 5 أرباع. وهذه بدايته إيقاع الأغر التركي 5 على 4 وهذا بدايته. دم تك تك دم تتك دم تك تك دم تتك دم تك تك دم تتك. هذا 5 على 4 الإيقاع الأغر الأقساق التركي أقساق التركي. سماعي سربنت وهذا 3 8 معلوم. أس دم تك أس دم تك 3 8 أي البداية. أس دم تك 3 8 السماعي السربنت. ويا عيني يا أستاذ إبراهيم أنا تعبان كثير وكتب وعملت لك هذه الكاسيتة عمل جهدي وخليت كل معلوماتي أنا قلليات بالضبط وأكو أسماء وأسماء أول
الأسامي الذي موجودة أقدا أقلياك المدور 12 نوار المحجر 14 نوار المخمس 16 نوار الفخت 20 نوار الستة عشر 32 نوار الورشان 32 نوار و 24 48 نوار والشمبر 48 نوار والدور الكبير 56 نوار والرمل 56 نوار والزنجير 120 نوار فتح 176 نوار. هذه أسماء جميعها أنت تعلم كثير وأنت تطلع جميع أي ضرب، بس الأسماء الذي هذه موجودة أنت أكثر المعلومات عندك، وإن شاء الله نلتقي بأحسن وخير ويعطيك الصحة والعافية والسعادة يا أخ العزيز الأستاذ الكبير الأستاذ إبراهام سلمان الورد.